من المديونيه نتاعو يسدد القروض نتاعو ويخرج معناها. لكن الملاحظه سي فهمي ربما ان يقول لك انه الباعث العقاري اذا كانوا ما حققش في ارباح وماهوش قاعد يعمل في مبيعات علاش يعمل احداثات جديده؟ وينهم الاحداثات اليوم؟ ما وين قاعدين نشوفوا فيه؟ ما هو احنا في 2019 انت ايش تشوف؟ تشوف في باليه اون كور دو فينيسيون، بدا 2016 بدا 2017 نشوفوا في معناها. واليوم عملت جوله في شويه في المدينه والبارح مدينه صفاقس، نشوفوا البنايات كل قديمه قاعده اون كور دو فينيسيون. اما اعطيني وين ثم المشاريع الجديده؟ نقول لك معناها حتى كان ثم مشروع جديد ثم معناها تلقى عنده باعث عقاري عنده ضغط، والضغط هذايا معناها عنده تران خذاه معناها ماخو فيه معناها كريدي، والكريدي اليوم عنده ديزانتري كومبوزي عليه ومش قادر لا يبيعه لا قادر معناها يبني فيه. يولي يعمل مجهودات، مجهودات نتاعو باش يقول لك انا قاعد ندفع في الـ في الـ في الـ معناها ليزانتري كومبوزي نمشي نبنيه. معناها ممكن عنده رخصته حاضره ودراساته حاضره، ممكن في بعض الاحيان يقول لك معناها نعمل القمار هذايا قعد التران سايب ملوح لا هو نتاعي لا هو نتاع البنكة لا بعته ولا خرجت منها دونك يبني سينو وين المباني. احنا شوف تعرف القطاع هذايا كان في التسعينات وفي 2000 كان يبني معناها بعد 2000 وحتى 2010 كنا نبنيه ما بين 16 18 ألف مسكن في العام، فيهم يجي 6000 مسكن اجتماعي بين 4000 و6000. اليوم ولينا معناها في 2018 معناها عندنا 6500 مسكن في العام. معناها شوف الانتيير طاح وتو جاي 2019 تو نشوفوا اخر العام ما عندناش معناها كلنا اون كور دو فينيسيون. اذا ماش مشاريع جديده من 6000 مسكن سنه 2016 هكا لا قلت لك من قبل 2011 كنا نبنيهم من 16000 الى 18000 وحده سكنيه في العام بين قطاع العام وقطاع الخاص. اليوم بطبيعه تراجع اليوم في 2019 2018 معناها ثم حوالي 8000 مسكن. هذوما اللي راهم بداوا مش معناها بداوهم في 2018 مسكن اجتماعي هذوما لا مساكن عادية. اما المساكن الاجتماعيه كنا نبنيه ما بين 4000 و6000 وحده معناها سكنيه في العام. هذا قبل 2011 معناها في 2000 و2005 وقبل معناها 2010. لكن اليوم في 2018 قداش عدد من تاع المساكن الاجتماعيه تبنيو في اليوم؟ 600 مسكن في العام بين قطاع العام والخاص، 600 700 لا يتجاوز الرقم هذايا، وعام الجاي اقل وبعد لعام اقل وبعد ما تلقى شيء. سي فهمي حديث على انه القطاع هذا صار مستباح من طرف الدخلاء، من طرف ناس ماهياش معناتها منضويه تحت ربما في ماهياش منخرطه في الغرفه ولا ماهياش ديكلاري معناتها بكونها تنشط في مجال البحث العقاري، لكن قاعده كذلك في المقابل تبني في عمارات وقاعده تبني في وحدات سكنيه. الناس هذوما منين جاو؟ مصادر تمويلهم منين؟ وهل انه الدوله على علم بنشاطهم ام لا؟ شوف ثم قطاع موازي، ثم بروموتور، قطاع منظم، واحنا هاو الاشكال فيه. الاشكال اليوم كي عندك قطاع منظم تنزل عليه معناها كل معناها الضغوطات. معناها ثم ضغط جبائي. نجيو معناها نرجعوا للاداء القيمه المضافه اللي توظفت عليه نسبه 13% في 2018. اللي تستنى فينا عام 2021 تولي نسبة 19%. معناها تسلطت عليه معناها كان يسجل وقت اللي احنا كان الامتياز الوحيد عند الباعث العقاري معناها وقت ياخو ما عنده المواطن معناها يسجل بالمعلوم القار. معلوم القار معناها الباج بالباج 25 دينار كانت قبل 15000 توا 25 دينار. اليوم ولا بالمعلوم التصاعدي معناها ثم سقف وبعد تفوت وتخلص كذا وبعد تخلص كذا وتوصل حتى ل 10%. وقت الامتياز الوحيد باش معناها النظام السابق شجع على القطاع هذايا راهن عليه وشفتوا انتم نسبه النمو قبل كيفاش، لانه معناه قطاع البعث العقاري خدم وخدم قطاع البناء ككل، دونك كان يراهن عليه باش معناه يرفع في نسبه النمو ومعناه باش يدور يخدم القطاع هذايا ويحركه. واليوم معناه نلقاو رواحنا وكانت معناه زاد يحد من البناء الفوضوي. وقت اللي انت تشجع الناس معناه باش ياخذوا ديار مع باعث عقاري وسجل بالمعلوم القار سجعوا باش ما يبنيش معناه ما يمشيش يلتجا للبناء الفوضوي. اليوم هذا الكل تنحى، ثم قطاع موازي، ثم ناس، خلينا احنا من البارتيكولي، ثم ناس يقول لك مستثمر يجي ياخذ فيلا ياخذ قطع ارض فيها 1000 متر ويبني.
ياخذ ترخيص من البلديه، الترخيص تعطيه سواديزون ار بلس 3 وتعطيه 2000 متر بني، يبني 5000 والصحه ويزيد ايتاج وبعد معناها يبيع. وهذا عندنا في تونس وموجود حتى في صفاقس، ويخلي الشركه في خلاف مع البلديه. لا لا صحيح، يخلي في خلاف مع البلديه وحاجه اخرى، وبعد يعملوا قضيه في بعضهم المتساكنين ويقع تجزئتهم وهو لبس عليه. السيد هذا لا ياخذ بالتيفيا، ياخذ بالكاش، كل شيء بالكاش، والناس اللي تخدموا معاه لا هما اللي عندهم مضمون معناها اجتماعي، لا معناها اللي عندهم لا منخرطين، لا هم فهمت معناها يخدم ويخلص كاش كل نهار، يخدم ستاف كاش، يخدم كل شيء بالكاش، واحد ويبيع بالكاش. سؤالي هنا سي فهمي، الناس هذه كيفاش ظهرت؟ منين مصادر تمويلها؟ انا ما تنحكيه بكل وضوح، اليوم يقول فما الناس تبيض في اموالها، ناس عندها ربما تشتغل في التهريب وتشتغل في قطاعات موازيه، اليوم من بين النشاط الموازي نتاعها ان هي معناتها تحب تظهر ربما ان هي اموال مشروعه واموال ماهيش مشبوهه، تمشي تستثمرها في البناء. وهذا وين دور الدوله التونسيه؟ دور الدوله معناها في بقايا نعطيك معناها ثم بقعه في تونس، يجي باعث عقاري بالرخصه نتاعو يبني، عنده اربيس 5، والسيد هذا توفى، جاته جلطه قلبيه مده ثلاثة شهور في سبتمبر، نهار 24 سبتمبر، معناها توفى السيد هذا عمره 52 سنه، ضغط، يبني اربيس 5، يجي بحذاه جماعه يبنيوا بناء فوضوي، عملوا له اربيس 7، سكروا له على البنيه نتاعو، معناها ثم ضغط قعد، جاته جلطه دماغيه من هذه الاسباب، وثم برشا بنايات موجوده، وهذوما الناس ما يقدر عليهم حد. وثم ماهوش دور الباعث العقاري باش اليوم نجيو نعملوا وشايات، راهو ثم راهو ثم لكن يعرفوا يا اخي، اخي الناس اللي تاخذوا في الترانات يا اخي ماهوش معناها يمشيوش ماهو يسجلوا ويمشيوا ياخذوا معناها المعلوم التسجيل، ووقت يسجلوا يعرفوا الملفات هذوما، ثم ناس تاخذ بخمسه تقيد بزوز، ثم ناس تاخذ بعشره تقيد بزوز، ثم ناس تاخذ بعشرين تقيد باربعه، معناها يعرفوا هذوما، هذوما هما اللي يسميهم المستثمرين، تعرفهم الدوله. اخي دوري انا باش نطلع ما يعرفوش هما، وثم البني الفوضوي ما يعرفوه يعرفوه. ثم فساد اليوم في قطاع البعث العقاري سي فهمي؟ احنا قطاع البعث العقاري قطاع منظم ما فيش فساد، لكن تقول لي هل ثم دخلاء دخلوا؟ نقول لك دخل مدعي البعث العقاري، الناس اللي هي ربما تنسب نفسها للبعث العقاري قطاع موازي، وهي غير مهيكله، لا قطاع موازي هذا ما عندوش رخصه، احنا ناخذه، احنا عندنا غريمون ناخذوه من وزاره التجهيز، اللي توا مش تولي نورمالمون 1 جانفي 2019 تولي كل راس الشروط. احنا عندنا كابيتال تتحط في البنك، معناها والكابيتال هذيك ما ناخذوها الا ما ناخذوا الاغريمون تاعنا، ويلزم تكون عندك معناها ثم برشا شروط نوفروها، ناخذوا الاغريمون تاعنا نخدموا تحت رقابه وزاره التجهيز، نخدموا معناها تحت رقابه البلديات وقت ناخذوا الرخص نتاعنا، تحت رقابه معناها الجبايه، تحت رقابه الصندوق القومي للضمان الاجتماعي، معناها اليوم كل شيء تحت الضغط معناها وتحت المراقبه، معناها احنا وثم ناس قطاع موازي، انا نحكي لك قطاع موازي ما يخضعش الرخصه، يعني الناس المنظمه اليوم تحت طائله القانون بطبيعة. وتحت طائله المؤسسات معناتها مراقبه، هذا هو اللي قلقك، والموازي يعني في حل وفي ربما في تحرر من كل قيد اداري وقانوني وجبائي. طبعا نعطيك اكزومبل، اليوم باعث عقاري انا جبت لك قبيله قلت لك ليزانتيري كومبوزي على الترانات، معناها ناخذ تران ومن بعد ما نجمش نبنيه، واللي سبب اللي سبب الماء البنكة تقول لك اخويا مانيش ممول، اعطيتك تران اخويا دبر راسك، مانيش اعطيك كريدي في الكونستركسيون، اش نعمل وقت انا كباعث عقاري ما اخذ تران نمشي باش نبيعه، وليت خاضع للتيفيا انا نبيعه، شكون باش ياخذوا ما عندي تران انا بروموتور موبيلي باش ياخذوا ما عندي كان بروموتور، اوتوماتيكمون نوظف له 19% فيه، هذا جديد، هل من المعقول اليوم لا نجم نخلص البنكه نتاعي ولا نجم نبيع التران وتجي تبيعه لزميلك يقول لك يا سيدي نقول له هاي الكلفه نتاعو، احنا بالشفافيه خاطر ناخذوا فيه قرض تران يسوى 10 مليار دولار تجيب معناها 2 مليون دينار و8 تاخذهم من البنكه، تجي تعطيه بالشفافيه يقول لك باهي يا خويا التيفيات تحملها انت 19%، انا ما ناخذوش ما تقليش عليه، تحملها في السوم مش معناها ما نخلص 10 مليار دولار القيمه نتاعو معناها دخل فيه التيفيا، اليوم لا نجم نبيع تران، وهيك علاش قلت لك يتلز يبني في اخر المطاف يقول لك قمار نبني
اليوم ما نجمش نبيعو، انت سلطت علي الضغط. بينما السيد المستثمر اللي يحكيو عليه ياخو تران ويبيع وقت اللي يحب وما يوظفش فيه تيفيا. مش معقول انا نشريه تيفيا نشريه مع عند مواطن واحد عنده 5000 متر على الكياس، معناها في الطريق في معناها في اي ولايه ناخو ما عنده يبيع لي من غير تيفيا. قلت له هاتنا، قلنا هات اخويا خلي المواطن يخضع كي يبيع حاجه كيف هذه يخضع للتيفيا ويبيع لي بالتيفيا. لا، اليوم المواطن القطاع الموازي حر يعمل يحب، واحنا اليوم تحت الضغط. انا اعطيتك ك معناها نتاع الترا. مسؤوليه شكون هذه سيفاني انه هو يراقب الناس الموازيه هذه؟ هذه مسؤوليه الدوله، الحكومه نتاعنا، الدوله وزاره شنو؟ شوف هذايا تابع وزاره البيئه، البلديات تابع معناها فهمت معناها يا خويا تابع وزاره التجهيز، تابع الاطراف هذوما الكل، وزارات ذات العلاقه هما يتحملوا مسؤوليه. كان ثم حاجه معناها هما مسؤولين. يا خويا والحكومه نتاعنا ما يتحارب في الفساد يحاربوه، يحاربوا الفساد هذايا وموجود يعرفوه. تشوف فهمي انه الدوله قاعده تشجع على الموازي وعلى النشاط في القطاع الموازي؟ بالطبيعه وقت تجي تضرب انت معناها القطاع المنظم بالطبيعه هذيك هي النتيجه نتاعو، معناها تضربني انا وتعطي فرصه للناس الاخرين. اليوم احنا معناها فهمت كي يقول لك ثم معناها ديون معناها عند التزامات لدى البنوك، راهو ثم ديزانتري كونتور قاعد يمرك وما ثم حتى حد قاعد يسمع فينا، وباللي تحكي وباللي تتكلم وباللي تخرج في وسائل الاعلام وباللي تبلغ صوتك، ونوجه لهم تحيه وسائل الاعلام الكل معناها اللي قايمين بدورهم واكثر من دورهم يبلغوا في المساج هذايا، وقاعدين نعملوا تحركات وندوروا معناها احنا مسؤولين، احنا بنينا البلاد، احنا منذ الستينات واحنا نبني في تونس، بنيناها مع التوانسه الكل، بنينا وساهمنا في نحت النسيج العمراني التونسي في الولايات الكل، معناها واليوم نلقاو رواحنا معناها ما يسمعنا حد. علاش قلت لك احنا نتعلموا؟ تعلمنا. انا اللي شفته في 9 سنين ما شفتوش في حياتي، ما شفتوش. انا عمري ما كنت نتصور قطاع البعث العقاري هدايا، معناها انا عمري ما كنت نتصور رخصة يا سيدي. قلنا قبل يا سيدي كانت الرخصة هذه متاع الاجانب تاخذها في 8 شهور. قلنا صحيح قبل كان يقولوا اللي هو النظام ديكتاتوري وما يحبش معناها يدخل الاجانب وما يحبش يشوفوه ويراقبوه. يا سيدي اليوم عندنا الديمقراطية والحرية، وين هذه وعلاش وشنو اللي مش ياخذ لك السيد هذا؟ نبيعوا بالرخصة ونبيعوا. انا نتلز اليوم يجيني اجنبي نبيع له، انا في ظرف صعيب نبيع له ونقبض ونسكنه ونقول له الرخصة توجي توجي، وبعد تولينا مشاكل معاه. قلت لك شبيه 6 شهور وما جاتنيش، شبيه عام وما جاتش، شبيه عامين وما جاتش، انا نحوزه ونسكنه. ثم بروموتور اخر يقول له لا انا ما نسكنوش، يا خويا انا تعطيني وقت تاخذ الرخصة نتاعك نحوزك، نقعدوا في مشكلة معاه. الغاء الرخصة هذه سفامي تطالبوا بها على كل الجنسيات أم فقط على جنسيات المغرب العربي مثلا؟ لا، المغرب العربي احنا عندنا اتفاقية استيطان، عندنا اتفاقية استيطان مع الدول المغرب العربي كما الجزائر الشقيقة وليبيا الشقيق والمغرب. المغرب ما تخضعش الرخصة من قديم الزمان، باستثناء تو معناها في 14 جوان 2018 معناها وقع ثم مذكرة تفعيل الاتفاقية، راهو مش نحات الرخصة، تفعيلها بمجرد مذكرة. ونشكر هنا نوجه تحية للسيد وزير أملاك الدولة السابق سي مبروك كرشيد اللي خدم البلاد وخدم القطاع وخدم قطاع وخدم أملاك الدولة، واحنا كيف كيف زاد تعاونوا معنا وفادنا بارك الله فيه. معناها ثم التقسيم العمودي نحاه اللي كان قبل يشدنا 4-5 سنين بين البلديات والملكية العقارية، الحقيقة سهلنا ونحى هذا يفعلوا. لكن احنا باهي وفعلته تو في 2018، الجزيرية تو تجيك تو عندها إمكانية باش تجيك، قبل جاونا في 2011 و12 يحبوا يتملكوا يحبوا كذا، معناها غير خاضعين، معناها ثم تعجيز قبل. اليوم باه اليوم ما فوق 300,000 دينار نحكي ديما، اقل من 300,000 دينار معناها رخصه اي برخصه كيما قبل، لكن فوق 300,000 دينار بالعمله الصعبه معناها يقع الواحد. الليبيين زاد جاونا في 2011 و12 و13 و14، وينهم الليبيين اليوم؟ اليوم الليبيين معناها اللي موجودين موجودين، وجديد ثم تحلت لهم تركيا، تحلت لهم مصر، تحلت لهم المغرب، تحلت لهم دبي، تحلت اليوم في دبي خد شقة وخلصها على 7 سنين وانت ساكن فيها، تسهيلات على 7 سنين اليوم في يعطيه حتى 10 سنين دبي. انا مطلع وانا عضو المكتب عضو الاتحاد الدولي العقاري
المنظمة هذه منظمة عريقة عمرها 72 عام مقر في باريس، عندي معناها اتصال وعندي زيارات، وأنا المفروض اليوم نهار 3 جويلية معناها 3 ديسمبر راني في بروكسل، معناها عندنا مجلس إدارة وعندنا انترناسيونال بزنس سامت القمة العالمية، القمة العالمية وأول مرة نتغيب عليها لظروف معناها خاصة، معناها نشوف الوضع متاع البلاد ونشوف، قلت ربما رئيس الحكومة مكلف يعيط لي وكذا، ما نخليش الباب معناها على الأقل نكون موجود باش ما يقولوش اتصلنا وكذا. اليوم معناها ثم تشجيع في البلدان هذوما الاستثمار، السعودية كنا جمعتين التالي معناها لو 14 لو 13 لو 14 كان 16 نوفمبر كانت عندنا معرض في جدة ونظمناه احنا كشامبر وكان ناجح بامتياز، واليوم الأشقانا السعوديين وجاوا وأنا في المجلس الأعمال السعودي التونسي، اليوم الناس الكل هاربة ثماش يجي يستثمر يرجع لروحه. شوف كانت معناه كي جاء السيد معناه خادم حرمين الشريفين الملك محمد بن سلمان جاء لتونس في زيارته في القمة القمة العربية، جاء قبل 3-4 أيام جاب معناها مجموعة ما شاء الله من رجال الأعمال مستثمرين والفهمت كيف كيف وزراء، وكانت معناها نية طيبة لدعم الاستثمار في تونس وكذا. قل لي من وقت التو صار شي حاجة، مشينا لجدة، كان وزير الاستثمار مشيت وأنا وياه سي العذاري، مشينا للرياض وفي نفس الفترة أنا قعدت 15 يوم تضحيات باش نحركوا باش تمشي حاجه تجي لتونس مع سي وزير التجاره الصديق سي عمر الباهي، كيف كيف قعدنا عملنا جده 3 ايام، الناس كل عندها مشاكل تشكو في المجلس الاعمال، قاموا وقالوا يا اخي راهو مش كيما الكلام مش كيما الفعل، راهو كلنا عندنا بلوكاج، ثم اللي بدا منهم وناس كله ثم رغبه حقيقيه من الشقيقة السعوديين يحبوا يجيوا يستثمروا في تونس، لكن ثماش متابعة، ما ثماش هيكل، لأن نقول لك الهياكل موجودة لكن آليات متاع التطبيق متاع التسهيل كل هذه غير موجودة. ولهذا كنا في جدة ومعناه وتوجهنا للجالية متاعنا التونسية اللي هي في المملكة العربية السعودية حوالي 25 ألف إطار ومعناها موجودين، جاونا كانت مجهود معناها نعملوا فيه باش نبيعوا باش نسوقوا، نمشيوا لقطر نمشيوا لفرنسا نمشيوا، لكن نمشيوا ديما انا نتقابلوا في المعارض الدوليه، معناها نقل المغرب نقل جزر القمور نلقى تايلاند نلقى معناها الدول العربيه تبيع ما غير رخصه ونلقاو احنا خاضعين الرخصه، احنا ما قلنا نحميوا التونسي، هاي 300,000 فوق 300,000 نبيعوا للاجانب ما غير رخصه، واليوم لا مفر منها، ثم ياسر ناس تحب تجي تعيش في تونس تحب تجي تستثمر في تونس، سهل لهم. أن نعطيك حاجة ونختم بها بالنسبة للأجانب هذا، اليوم في مجلة تشجيع الاستثمار اليوم أي أجنبي يجي يستثمر في تونس ياخذ اوتيل يبني اوتيل يشري أرض يبني عليها اوتيل يشري أرض صناعية يبني فيها مصنع ياخذ أرض يبني فيها عمارة إدارته، هذا غير خاضع الرخصة، وقت يمشي ياخذ دار ب 300 مليون يقول له لا انت راك خاضع الرخصه، هل هذا يستقيم؟ قلنا هون الوزراء الكل سي العذاري سي معناها تكلمناه مع السيد رئيس الحكومه تكلمنا الناس الكل ما يستقيمش، ماهوش معقول اليوم نستثمر 100 مليون يورو ولا دولار ونمشي ناخذ دار ب 100,000 يورو تقول له خاضع الرخصه. تفسير من هذا الاجراء كيفاش كانوا يبرروا ربما الابقاء على هذا الاجراء؟ لا يقول لك مش معقول وهذا ما صارش ويلزموا تصلح، تصلحت ككراس الاستثمار وتبعنا وتعبنا وديما موجود ما تصلحش. لمصلحه من الابقاء على هذا الاجراء؟ ما نعرفش عليه ثم ما التو ما نفهم انا علاش هذا ما يطبقش، قبل قلنا بن علي ديكتاتور وما يحبش الاجانب وما يحبش وباش ما يراقبوش باش يعملوا، اليوم احنا في الحريات وفي الديمقراطيه تسيب. فما غياب اراده للاصلاح ثم نقول لك ثم موجود فما تثاقل فما ربما تردد فما عند ضبابيه على مستوى الرؤيه الناس مش عارفه شو وين تمشي شو تعمل. ثم ضبابيه وثم وانا نقول لك ما ثماش مستثمر في تونس مرتاح، قولها لك بكل امانه، حتى كان معناها يقول هذاك معناها ربما مجامله، يقول لك واحد مرتاح حيث الاقامه مرتاح، يحبوا تونس يحبوا البلاد يحبوا طقسها يحبوا شعبها يحبوا كذا، من حيث معناها من حيث التسيير اليومي للادارات نتاعهم للوثائق والاستثمار، معناها هذا لابد انا هنا نقول للسيد رئيس الحكومه المكلف
نقول له سيد رئيس الحكومة المكلف ماذا بيك القطاع معناها المستثمرين الأجانب الكل تقعد معاهم وتشوف مشاغلهم وتزيد تسهل لهم وتزيد إذا كان ثم بلوكاش كالكو بار صرح وعاونهم وساعدهم معناها يلزم الباب هذايا يتسهل. أنا اليوم عندي أصحابي مستثمرين نعرفهم شيخين في تونس يعيش خير من بلاده 10 مرات معناها من الطقس من شعبها من بلاد حلوة بلاد باهية لكن في المعناه من داخل يقول لك انا منزعج اي منزعجين وهذه حقيقه ونقولها وحقيقه ويلزم يقبلوها الناس الكل ويلزم يصلح. وانا هنا للسيد رئيس الحكومه المكلف ما عليه كان فهمت معناه يشوف ان الموضوع هذايا ويشوف المستثمرين ويحكي معاهم وياخذهم كان لزم ناخذهم بالجنسيه بالجنسيه نحكي معاهم تعطيني مثلا بالقطاع القطاع عندي التكستيل نحكي معاهم عندي كذا نحكي معاهم عندي قطاعات نحكي معاهم ونشوف ماشي غلب. سي فهمي شعبان شكرا لك هكا وصلنا لنهايه الجزء الاول من الحصه نرجعوا بعد